النهارده بنتكلم على تعزيز الميسيلا وانقاذ الهومو سيستين. عندما يشتمل نظامك الغذائي على اللحم فمن الارجح انك بتحصل على امداد وافر بالنسيونين كمانح للميسيل، غير ان الكثير من الامريكيين يفتقرون الى المغذيات التي تعمل كعوامل ميسيلا، وتشتمل هذه العوامل على مثلما نتذكر على فيتامين بي 12 وحمض الفوليك، وبتكون الأطعمة المعالجة أو المصنعة والتي تمثل ركنا أساسيا في التغذية اليوم فقيرة جدا فيتامين بي، لا سيما فيتامين بي 6 وحمض الفوليك، كما أن المدخول الزائد من الدهون والمواد السكرية بتؤدي لنبوب مخازن الجسم من هذه المغذيات. مع تقدم العمر بيصبح عوز فيتامين بي 12 مشكلة غالبا بسبب نقص امتصاص المغذيات خلال العمر، وبتظهر الأبحاث أن ارتفاع مستويات الهوموسيستين بيرتبط بشكل دائم تقريبا مع نقص مستويات فيتامين بي 12 وحمض الفوليك وفيتامين بي 6. وفيتامين بي 6 على وجه التحديد ليس عاملا ميسلا، بل يساعد على نزع الهوموسيستين من الدم بآلية مختلفة بتحويله إلى سيستين حامض أميني غير ضار أمينو أسيد سيستين، ثم إلى مضاد للتأكسد القيم الجلوتاسيون في نهاية المطاف. ويكون التكميل بهذه المغذيات الثلاثة فعالا عادة في المحافظة على مستويات الهوموسيستين خارج حدود الخطر المفرط، ولكن لضمان المحافظة على الهوموسيستين عند أكثر حاجة منخفضة أوصي أيضا بإضافة مانح ميسيل آخر هو ثلاثي ميسيل الجلايسين لإنقاص مستويات الهوموسيستين أكثر. وبيمثل ثلاثي ميسيل الجلايسين مانح ميسيل يساعد على إعادة ميسيلة الهوموسيستين لتكوين الميسيونين، ويدل ثلاثي على حقيقة أن ثلاثي ميسيل الجلايسين بيحمل ثلاث مجموعات ميسيل، مما يجعل منه مانح ميسيل قوي جدا. وتبلغ جرعة البدء في ثلاثي ميسيل الجلايسين الذي يدعى البيتا إين 750 ملي جرام. طبعا دي حتة علمية معقدة بيقوم بيها الدكتور. مع السلامة.